شكون باش يغسل لي الماعون؟ حتى مشاهدين ينسى كيما كل ليله العشيه والماعون في راس عقيله. شكون باش يغسل الماعون؟ برعايه يا لالا عليك بلي برودوي كليناب في الاير فريش ست انواع. كليناب يحط على ذمتكم زاده لافيسيل بريحه التفاح وريحه الليمون، مزيل الدهون، متعدد الاستعمالات. عندك زاده سائل منظف البلار، سافون ليكيد كليناب وجيل كليناب لماكينه الصابون. زوروا الباج فيسبوك كليناب ولا اطلبوا لافولاين 53 868 183. ايا وينكم يا مزيانات يا عسل الدنيا يا حلاوات. ديما نقول لكم اللي انتم الحاسقات الحراير المجديات، اللي بيكم ديارنا ديما عامرين، انتم الزين والعين، واللي ديما في قضية الدار تعبين. ربي عينا نسيب صراحة ويديما علينا الصحة ويعطينا الراحة ويباركنا في صغيراتنا ويفرحنا بهم طول حياتنا. قولوا امين على خاطر غسيل المعون ديما يقلقكم وديما في البيت فيها شهر الفضيل. اخترت لكم احسن جيل للفيسيل بريحة التفاح وبريحة الليمون، ينظف ويفوح ويلمع المعون. واذا تسألوا الماركة شنية صحيتو كليناب هذيك هي. وديما نصيحتي ليكم كل يوم، برودويات كليناب احسن كاليتي واحسن صوب. انا الحقيقه مع التلفزه مانيش يسرخويت، مانيش مغرومه بها برشا، كان ساعات نحطها شويه في السهريات، نقصر الوقت بالمسلسلات. اما قدش نفد مهاك البرامج متاع السياسه والبلاتوات النهار الكل وهما يتناقروا من عركه لعركه، اوه سميح منهم فيه البركه. وين نحل التلفزه نلقى برنامج حوار ونقاشات ديريكت نبدل القناه. عاد المره هذية وانا قاعده في الدار في الصبحيه قلت التطيب مازال بكري عليه شويه، خليني نحل التلفزة نقصر به الوقت ونسكر الراديو. مني نتفرج ومني نفرز كعبات الزيتون. حطيت نتفرج في القناة الوطنية، نلقاهم يعاودوا في برنامج تعدى في السهرية، جايبين محامية حقوقية وأستاذة جامعية. الحقيقة المرأة ملي ريتها في التلفزة ما حركتش عينيا، تبارك الله عليها قديش تعرف تتكلم وتعبر، كلام مرتوب ومفهوم، لا تصيح ولا تنبر. قلت بيني وبين روحي وبرا السياسة علاش ما نجربش نتفرج عليها، خليني حتى انا نتثقف ونولي نفهم في الحاجات اللي تحكي عليها. وليت زدت شويه في الصوت وقعدت نسمع فيها. انا نحب كل مرأة تسمع وتتفرج فيها تقتنع اللي كيفها كيف الراجل، ليه وساعات خير شويه. المرأة لازم في المجتمع تثبت قيمتها، صحيح تتلهي بصغارها وعائلتها، اما زادة لازم تفرض روحها وما تطيحش من كرامتها. والله محلى كلامها قديش معقول، وما صاب كان جيت النجم نتكلم كيفها ونقول ايش بيني انا ايش نقصني. انهار الكل مكبوبه على القضيه في الدار والكوجينه وحد ما وحاسسني. خلي عاد من عمين شي محدين، ايش كان عليه كان جات تخمم كيما تخمم المراه هذه، تخمم باهي ورزين. عندها حق الحقيقه، لازم الوحده منا راجلها يحسسها بقيمتها في كل دقيقه. مش ما يعرفوني كان في التنظيف والتطيب، كان نتصور ما نخليش بلاصتي حتى كي نغيب. واه زعما بالحق حتى كي نغيب عادي يحس بيا لسي محجين لوليدي. يا ناري عليك يا عقيله، تيلي لا حكايه مستحيله وكي تطلع مش مستحيله. لازم نتاكد وحدي الليله. خذيت القرار الليلة لا ثم لا عشي ولا فطار، خليني نشوف كي تغيب عقيلة على قضية الدار زعما يحس بها سي محدين والصغار. أو هذاك اللي صار، ما طيبت حتى شيء، كي نعينهم أتوا ياكلوا البيت ويسخنوه، حتى أنا عندي قيمة راهو، مش كل شيء يجي ليديهم يحبوه. وقعت أختكم متكية مرتاحة في البيت، لا قضية مسيت ولا هزيت ولا حطيت. وهكيك قبل المغرب بنص ساعة روح سي محدين وزعمة زعمة جيب معاه باك ومسكر ودليعة. يا عقيلة يا مرأة تي وين مشيت؟ هاني لنا متكية في البيت. اي ارتاح يا مرأيتي مسالش، حتى انت راك متطي بعيد. اللي يا سي محدين ما طيبتش الليلة. عليه اش فما يا عقيلة؟ ما عينيش وما خطر ليش يا سي محدين. شنو هي نقعدوا صايمين؟ عليه صايمين هاوكا في الفريجدير ثم صحن روز بيض وثلاثه مرسوات طاجين من اليوم هذاك الموجود يا سي محدين. هكا يا عقيله هكا تعمل فيا؟ وانا اللي في بالي حبيت نودك وجايب لك معايا هديه ونقول مرتي تعبه ولازمني نفرحها شويه، تعرفش كيفاش اقعد فيها تو نمشي نتعشى عند امي البيه وسيب جاي الباكو خساره فيك كل هديه. انا
الراجل كان جايب لي هدية، حب يدللني ويفرح بيا. وين أنا اللي فسدت كل شيء بيدي؟ نفهم بالغلط في كلام الحقوقية ونزيد من عندي شوية. يا أخي فسدت العشية وزيد السهرية. ناري عليك يا عقيلة وعلى سعدك المغبون، باش تراسيلك تاكل البيت وانتي صايمة وزيد تغسل في المعون. شكون باش يغسل المعون؟ حكم شاهدين يا نساء كيما كل ليلة، العشية والمعون في راس عقيلة. شكون باش يغسل المعون؟ برعاية يلل عليك بلي برودوي كلين اب في الفريش. ست انواع كلين اب يحط على ذمتكم زيدة لاف فيسيل بريحة التفاح وريحة الليمون، مزيل الدهون، متعدد الاستعمالات. عندك زيدة سائل منظف البلار، سافون ليكيد كلين اب، وجيل كلين اب الماكينة الصابون. زوروا الباج فيسبوك كلين اب ولا اطلبوا لافولاين 53 868 183.